أهلا أنا جون بافير دعوني أبدأ بالقول بأنني مسرور أن هذه المادة وصلت بين يديك وهذا شرف لي أن أتحدث إليك كنت أتمنى أن أتكلم العربية حتى تستطيع سماع صوتي وقلبي حين أتكلم أنا وزوجتي ليسا أسسنا مؤسسة ماسنجر قبل عشرين سنة مهمتنا وشغفنا هي كلمات المسيح الأخيرة التي قالها قبل تركه الأرض أوصانا اذهبوا وتلمذوا جميع امم الارض وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يطيعوا كل ما اوصيتكم به. متى 28 19 20 لهذا السبب شركاؤنا حول العالم ونحن في مؤسسه ماسنجر صلينا واجتهدنا لكي تصل هذه الماده بين يديك. صديقي انت استجابه لصلواتنا نرجو ان تتلقى هذه الماده كتعبير بسيط عن حبنا لك حين اعطاني الله هذه الرساله كان لها تاثير عميق على حياتي وخدمتي واؤمن ان نفس الشيء سيحدث في حياتك وفي هؤلاء من تقودهم والان اريد مشاركتك بشيء اكثر اثاره هذه الرسالة هي عينة من المكتبة الإلكترونية التي أعددناها كهدية مجانية لك ولجسد المسيح حول العالم. يمكنك زيارة الموقع المكتوب في هذه المادة أسفل الشاشة لتجد فيديوهات مجانية وتسجيل تعليمي وكتب ودراسات والمزيد. هذه المصادر متاحة بنفس لغتك بفضل شبكة من مترجمين ومراجعين وأشخاص آخرين مكرسين لله. نؤمن أن هذه المجهودات المشتركة لدعم خدمتكم هي أبدية واستثمار هام لملكوت الله على الأرض لذا شاركنا في تتميم دعوة الله التي في قلوبنا شارك معنا في نشر هذه المواد في مجتمعك والدوائر المجاورة لك وكل من يتحدثون بالعربية قال يسوع لتلاميذه في متى عشر ثمانية أخذتم مجانا فأعطوا مجانا هناك اكثر من خمسه الف كنيسه في الولايات المتحده يستخدمون مواد منهج الخدمه اليوم نرسلها اليك وكل ما نطلبه هو ان تساعدنا لكي نتمم دعوه الله لنعلن كلمته في كل مكان شارك من فضلك بكل المواد في الاسطوانه وفي مكتبتنا الالكترونيه مع عائلتك وكنيستك انشر الكلمه مع اصدقائك ومساعديك لا تتردد في ارسال مقتطفات او ملفات لشعب كنيستك انشر هذه الماده عبر الانترنت وانسخ الكتابه والاسطوانات ارجع باستمرار لمكتبه التحميل حيث اننا نضيف المزيد والمزيد من المواد يخبرنا عبرانين اربعه احد عشر ان كلمه الله حيه وفعاله وكلمه الله فقط تحتوي على القدره لتعطي الحريه والحياه والامل والعزم والاعلان انت تلعب دورا حيويا بان تجعل هذه الرسائل تنتشر في امتك وحول العالم وشغفنا هو ان يتمتع اولاد الله باختبار قوه كلمته في ملئها اعلم انك تشاركنا الاشواق وانه لشرف عظيم ان نعمل معك في اتساع ملكوت الله على الارض. استمع صديقي، نحن نحبك ونؤيدك ومشاركتك في جسد المسيح لا تقدر بثمن. نشكرك انك تطلب خدمه الله وخدمه شعبه بكل ما لديك. تشدد، يقول الله انه الساهر على كلمته ليجريها، لن ترجع فارغه اليه، كنيستك ومجتمعك وامتك ستتغير تماما بكلمه الله بينما تعلنها بكل شجاعه اصلي ان مثل هذه المواد تساعدك ان تصل لدائره تاثيرك من خلال قوه نعمه الله هذا شرف ان ادعوك اخي او اختي في الايمان واؤمن اننا معا سوف نرى الرب يسوع المسيح مرتفعا في الارض واتمنى لك اعظم بركات الله